بدنا فستان عرسك انت. بلشت تحضيرات الزواج. ايه شكرا لك، حلو كتير، رح فوت جربه جوا لكان. والوضع ابدا ما بيطمن. ممنوع تروحي. شو هالعروس اللي مسائلة عن عرسها أبدا؟ هالبنت يعني ناقصة مصايب بحياتها؟ ما تتزوجي لهداك اللي اسمه جميل. وهي العروس طلعت. جميل هلأ صار صهركن ولازم تسمعوا كلامه. أنا ما رح خليها تتزوجوا أبدا حتى لو ضلينا بالدار. حكايتنا يوميا مع عدا الأحد 6 المساء على الـ MTV.